يا رب كده يكون شبابنا الصغيرين سامعيننا، سامعين الكابتن شريف ان شاء الله بجد دايما. والله بجد. قبل اي حاجه، كابتن شريف 3 ميداليات ذهب في دورات الالعاب الاولمبيه، مظبوط، وميداليه فضه وانت مصاب. مظبوط، وانت مصاب، انا اكد على كلمه مصاب، اصابه في الكتف، كانت اصابه خطيره، وكنت بتكلم مع زملاء كتير عن اصابه شريف عثمان وقالوا لي مش هيعمل حاجه. والله بجد قالوا لي كده بنفس الطريقه، لا لا صعب، الاصابه اللي عنده صعبه وشريف عنده مشكله، مش يعني ممكن المحاولات تبقى غلط. قلت لهم بس في حاجه اسمها روح البطل، وانا متاكد عليها وبراهن عليها وراهنت عليها في كل حلقه من طوكيو 2020. عينك دمعت صح؟ بيقولوا لي اطلع فاصل. لا مفيش داعي. اتفضل. 20/6/2021 كنت في دبي رايح اتأهل في ميزان جديد المفروض. يشاء السميع العليم انه يحصل قطع في العضلة الصدرية بمساحة 4 سنتيمتر. الطب بيقول انه القطع لما بيوصل لاكتر من 30% بيتصنف قطع كامل وبيحتاج جراحة. انا رفضت، كنا تقريبا 30% او اقل بحاجة بسيطة، بس انا رفضت. الكلام بتاع الناس كلها كان في اتجاه ان انا مش هلعب اصلا. بس انا دايما بحب امسك في الفرصة لغاية اخر نفس. كان ليا، انا ليا عمي قريب من سني بيقول لي دايما ان انت مش بس بتمسك في الفرصة، انت بتصنع الفرصة وبعدين تستغلها. تمام. يعني انا من الناس اللي بتصنع الفرصة الاول، يصنعها لنفسه وبعدين يحسن استغلالها. فكل الناس بتتكلم في حتة وانا دماغي في حتة تانية خالص. لازم اشكر الدكتور سامح سالم، لازم نشكره احنا كمان والله. قال لي لا، ما انا عشان انا عارفك فان شاء الله هنعملها. تمام. من 20/6/2021 لغاية 15/7/2021، يعني بعدها تقريبا بشهر. انا كنت صايم، كان يوم خميس. لو رجعت بالكالندر لغاية يوم 15/7/2021 هتلاقيه كان يوم خميس وانا كنت صايم. دكتور سامح كان مسافر مع الباسة الاولمبية وقال لي النهاردة تقدر ترجع التمرين. فمسكت الموبايل بتاعي وكتبت، دورت في الكالندر لقيت باقي لي 35 وحدة تدريبية واركب الطيارة. انا ما بحبش كلمة مستحيل، ما بحبهاش، ما بحبش اقولها. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل حرفيا، نو ابدا. 35 وحدة تدريبية، انا هعمل اللي عليا. مفيش اي حد في الكون لو قلت له انت تجيب لاعب حتى لو كان بطل الابطال وتمرنه 35 تمرينه وبعدين تسفره يلعب بطوله اولمبيه، مستحيل. اقوى حدث مفتوح في الكوكب مستحيل. كله، صعب صعب، مفيش. نو واي. هيشارك علميا؟ نقول لك لا، هيشارك ممكن بس هو ونصيبه بقى. ما ده علميا، علميا انما مع المصريين مفيش مستحيل، المصريين كلهم لا خالص. هنكمل بس بعد فاصل. اتفضل. ايه رايك؟ يلا نرجع تاني بعد الفاصل والكابتن شريف عثمان والحديث الشيق بعد الفصل.